اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا الطاس العباد اكتسيس در الرحمن من سيد ربهم إيس خاصة من الصبر وتوين بالليم أماكن يوهينا بفك فلس وين ندير يوهينا بفك فلس للهم يوهينا بفك فلس للهم يوهينا بفك فلس وين كنا إيه سعيشنا كنا من بعد تسير سيد الرحمن من سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ولا من العباد يستوى في الحشمة ذكنا تفاني وغريد من سيد ربي تكمين أرزاد أي خطر ويسند الرحمن ينس أماكن قضاء الله يس بلي مصاد بشار سنين خدم دي الحالة اللي سعيشنا كنا. ولكن أي مثل العبد دائما وأبدا بيتأدي خمم أنوي دقيقا من سيد ربي مثل دقيقا سيد ربي سبحانه وتعالى إدي خلقنا العباد الدنيا إدي خلقنا فبثنا الآدم ذم زوارنا من سيد إدي خلقنا بكير يقال كلكم من آدم وآدم من تراب نكون لكم دي آدم وآدم من تراب وذن سيد خلقنا العباد الدنيا مرة إدي خلقنا المخلوقات مرة وسيد ربي مريد شويون سيد أعقل العبد المهموم المغموم أكربيني لاند الطيق أكربيني تحسون صديق أعقل سيمانيش بالنم أوكي تسالى سيد ربي ادعو ياس الزغار ورس أخ سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ويتسالى يوم دير الخلق نس أكيد مثلا يقرد بويس عزيزا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إيناس إن في شوش بيحصى الله رب عليه وسلم إيناس للعباد هو إذا كيف كان نفوس دي نفسي ينسن ما يفغي العبد هو إذا سيد ربيان وذي تقول دي خير مثلا كيف كان نفوس دي نفسي ينس يقوي تغر جحيم يقوي تغر فلس يقوي الأعثاب ما يفغي العبد هو إذا سيد ربي إذا شو ميسي يقيمون نكون لكم سيد ربي مرغوها ورسل نوال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أكيد مثلا إيهني غنس القاع غنس أين الناس في الأسينس هو الوصف اللغة الخلق مرة إذن أوكي تسالع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى زيد غرباص إذن سان يعرفون يعرفون دلوب يجمعون سيئات إن سيد تفرج جرسي خير يكتشفكن الهم يكتشفكن الغم كما يقول مثلا الرحمن سيد ربي ذو ساعة أي مثلا العبد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يحمي عبده سيد مثلا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها إن سيد ربي يحيص على الرحمن في عبده سكفر وكنا تسعر في الناس أفل ينس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يسعى الرحمن ينس يفاقش في مياه يمر يمن أمور يفكت دغلق عام ذين نكو سطرحا من الخلق براك ذين نسيت إتساع في الرحمة في الماس غفايا جيس أما ذي العباد أما ذي الحيوان ذي جميع الخلق براك ذي سيئة ذي الرحمة ما لا تسعون الحيوان تسفو ناس نرسيخ سينا صلاتنا أي كان مريل تساعد ميس نغالي جيس إلا من دوي نرميس أصرح أسر صلى الله عليه وسلم تفذنسا أتكسر صلى الله عليه وسلم ولاش يستخدم وين ندير الظهر ثقب ديوث الرحمة مرة يتسعيش الخلق سيد مثلا وتسعى وتسعين يقول الرحمة يتجف من الوص سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما بيرحم العباد يوم القيامة لو كانت زر العبد أشحال من العضلات أشحال لي مش لي تحرك المرض يحور من مرض تزير ذينا كسلشن لو كانت زر أشحال من اللي مش كنا العضلات يتحرك المرض يحرك ظرني جهد يفوسنا غير جهد زي ما ذينا كسلشن لو كانت زر أيني لن تدخل السلع إكس حرك إكس يحور أما تصر أما يحور أما إن تغط خبط غصوا حبك وتقلصوا الفخذار ولكن مثل لحوي
حوايجنا ادخل بنتو حسد صباح نسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى انك كي تشوم اي عالم حشم ادي سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى ويفتسال العبديس حشم يتسول عبدني سيدي ربي حشم تصول سيدي ربي ملك يتسول اشي 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 مدي قلب ويس عزيز نسوا الله فلا سياهم تسول سيدي ربي تسول اذن اغايد غبرس باش سيدة ربي سبحانه وتعالى عندي فرج لك سيخة ألف يفسني كلام سيدة ربي أكل المهموم أكل المغموم أكل الشعور دي وفيان أكل يسعيش دي العصر أكل يسعيش دي الديق أكل أرمي جانوفان وتسولت قدي سولت على الشفرة في غماس دي العذر من الدنيا دي الهموم دي الغموم من الدنيا سعيد سيدة ربي ماذا كينصى يقول من كيدي خيخنا وكيصد ديارنا وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن سيدة ربي الخالق ذعوهي ذن كينا ما كينا را من كينا ماذا كين فيكم يحميك وسقارا يتشويهم ماذا يتشكنا إكاريهم ذي محال إيه قسع في الدنيا حشمة تصوت على كيتسوم حشمة بعض في الأسالي بعد في الله الزيد غمورس هذا فرج لك سيخة ولش بشوين وعرف عرف سيدة ربي إن الله على كل شيء قدير أجام أيضا